السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في عدد جديد من أسهل العملات لنهار اليوم 25 جوان عام 2023. الدولار الأمريكي سعر الشراء 2.80، سعر البيع 2.100. الأورو سعر الشراء 2.230، سعر البيع 2.250. أسعار العملات تتغير ما بين الفترة الصباحية والفترة المسائية وأيضا من ولاية إلى أخرى، وليعرف سعر الأورو والدولار في ولايته يكتب لنا في التعليقات حتى يستفيد الجميع. وإذا عندكم إعلان بيع أو شراء للعملات أيضا اكتبوا لنا في التعليقات. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على رمز الجرس حتى يصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في مواعيد لاحقة.